وضع اللي احنا فيه اليوم في منع وتسكير المعابر تبدأ من الساعة 12 حتى 14، فتم إغلاقهم حتى بلاغ الدقيقين محلات التجارية اللي عندنا اللي هو موجود محل واحد اللي بغذي الحي كلياته من تل رميدة لعند الحرم، فأمروا بالإغلاق اليوم من شان زيارة نتنياهو. كما ترى عنا الأبواب والشبابيك والبيوت كلياتها مغطاة كلياتها بالشيك من هجمات المستوطنين، فنحن منعيش في معاناة دائمة ليل نهار. يعني الإغلاق راح يستمر لما بعد الزيارة؟ لما بعد زيارة نتنياهو. عندكم تخوف من طبعا لأنه راحين يجيب معاه من المستوطنين، والمستوطنين ما انتش على شيء يعني عنهم المستوطنين من أعمالهم التخريبية بحماية من الجيش والشرطة حتى من الحرس نتنياهو، فراح نواجه المشاكل كثيرة اليوم، فمضطرين أن نضلنا جالسين في بيوتنا اليوم حماية للأطفال تعاوننا. كما شفت الأطفال أطفال المدارس منعوهم حتى من الدراسة يكملوا الدراسة، فروحوهم في نص الدوام اليوم. الاحتلال منذ أول الأمس وهو يفرض إجراءات على منطقة تل رميدة وشارع الشهداء وكل المناطق المحيطة بالاستيطان بهدف ما تسمى بزيارة المجرم بنيامين نتنياهو إلى مدينة الخليل منذ الصباح الأول، ومنذ المساء هناك يافطات تم تعليقها، هي يبدو أنها يافطات ترحيبية بهذه الزيارة. اليوم صباحا تم دوام مدرسة قرطبة فقط ساعتين، والمدارس المحيطة في المنطقة بدأت بالخروج بسبب الإغلاق وإغلاق المحلات التجارية. التخوفات كبيرة وكبيرة جدا، وخاصة أننا مقبلين على حملة انتخابية صهيونية، والتخوف هو بضم هذه المناطق تل رميدية شارع الشهداء محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى ما تسمى مستوطنة جريات 4 المقامة على الأراضي الفلسطينية وتحويل هذه إلى حي استيطاني كبير. تحت أنطة يا ديبالة في كلب بعض. ازرق